بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وأنكبر الله بإلا آيات بقول كنتم إيا سيدات سورة الأنعام مرورا في آخرها إلى آيات كوبية طبن سورة العرف إن شاء الله هل ينظرون مي السجية إلا أن تأتيهم إن أطمى دموا يا الملائكة وملائكة ودك أيضا نفط قاديسي أو يأتي ربك ربك أويماد للحصان أو يأتي أويماد بعض آيات ربك ربك آياته قيب كاملة سيد الدجال وكاله يوم مالي يأتي أويماد بعض آيات ربك ربك آياته قيب كاملة لا ينفع أنفع ما ينفس النفنة إيمانها إيمان كذي نفتها سولم تكون آنهين آمنة تنفرميس من قبل هر أو كسبتي كسبتي آنهين في إيمانها إيمان كذا خيرا عباده يطاع قل وحاتلا انت ذيرو سوغا بل وحد إعدونا إنا أنقنا منتظرون واسوغين الله وحليه هيدلتكو وحي سوغاني سو آية ملائكة أنماها وحي سوغاني وملائكة ملائكة النفت قادي سي ملائكة حساب ملائكة الرحمن ملائكة عذابك أما يأتي ربك ربك ويماده وحلق يا بردتك بالعادة أما معتزلة يأتي ربك ويكحنه ويأول يانا وحبك مترام بإليه وحاوي نبي الله محمد سلاس وآيات إنبسوا قارسيين صحابة نصاص إنبسوا قارسيين تابعين نصاص إنبسوا قارسيين تابعوا تابعين تنساسي إنو سو قارسيين قرنقي صدحات يا تأويلك إيا بدعادة إيا وحانو باللوضي ابن السينا نين ليلابا وحان ليميد ومعتزيلة يا بشري المريسي يا رقا مركا يأتي ربك أنو هدام بدلوني لهذا سالو مجيد حقائي قادر للكان كنولان سيدان سونولان هداني لا آيادة سيداسي يأتي ربك واسكلا لولجيدا حقائي كنولان تنو markaan iliga ma wadin karo lama dhigi karo wadaadkiisa suuri ayaday sida ku taala yaati rabbuka man leexin kara anagu sidii culimadu martaa islaamku maree nabiyullaah maxamed inuu soo gaarsiyo imaatankaas hadda waa imaatan oo gaar ah fasir imayn mu'addilan noqon mayno imaatankaas ma jira malihin mujassiman noqon mayno ilaahi uu soo taltalaabsan dhahay mayn waa imaatan isaga oo gaar ah bas inta ku da maxaba kugu wata waxa kale hal yanzuruna miyay sugayaan إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة إني أطمى دموي ملائكة النفط قاديسي ملائكة عذابك ملائكة حسابتك أو يأتي أو يماده ربك ربك للحساب حسابتك درتد أو يماده إماتك أو الله إمانا يوامد أنا فسير كرين أنا أو يأتي أو يماده بعض آيات ربك ربك آياته سقاركور وبالمثل علاماتك قيامتها dajjal iyo dabka meel ka soo bixi iyo qoraxdo dhinaca ka soo baxdi calaamadaas ay yimaadeen mooyaane wax kalmiye sugayaan yawma maliy yati u yimaada baadu ayati rabbika rabbiga aayadihiisa qaarkood oo ah qoraxdo bilmatan xaqqa ka soo baxda la yanfa'u ma anfa'ayo nafsan naf iimaanuha iimaankeedii lam takun aan ahayn aamana tufrumaysay qofka maalinta yiraa waan tooba keen waxba tarimaysay دون مركو رمو من هين مركو علامته أركو وأن توبكين وحو ترمش أو كسبب أن كوشا قيسانين هل كهريكو عطفانته في إيمانها إيمان كذا خيرا قفك أن هدى كور أمو من صحة هين عبادة أمركا لا يماد بل إيمانك واسيديس كنو قلنا بدقلواسو رقل لكن وقت قد داعظه بالله يوم مركو رنوحوها عاصي بلا داعاء داعظه مركاو بالله وحبو ترمش يحيي هرم بي أقول لما تيوي يوم مال يأتيه يما بعض آيات ربك ربك آيدي سقاركو سيدا قل رحضو المغرب كسوا بحضا لا ينفع أفع ما هي النفس النفن إيمانها إيمان كينو نفتاس ولم تكن آن أهين آمنا تيرو ما يسمين قبل هر مركز هان أشهادون المؤمن نقن وحبك تريمش أو أمسا كسبت آن كل شقي سنين في إيمانها إيمان كذا خيرا خير كل شقي سنين markaan khayr la iman hadaytina waxba u tarimays
قل وحات لا انتظروا السوق بل سيدا وحو دعان إنا أنقل منتظرون واسوقين وحالا ماذا أن توبا لك أقبلين قفك مركي قرقريتا ذهيسو ونفتا كسمر وأن توبا كين هدو يراه ما لك أقبلين توبا ذو الفرانتو النبي قل ما لم تقرقر دين قرر عقال ولك أقبلين لكن مركي نفتو هل كاتوكت ما لك أقبلين إن الذين قوة فرقوا كلا الساري دينهم دين تودا كلا الساري وكانوا هذا شيعا كوح كوح لست متيد منهم إيا كميد ما في شيء إن يرنا كميد متيد وإنما أمرهم أمر كوضون كوا إلى الله الله كلا حكومة ثم ينبيهم وقورهم الله سبحانه وتعالى بما شيء كانوا أهيين يفعلون كوا فلا تدك الدين تودا كلا قاد غاضي وحاوه يبيد عدم فربضين قولبا وحشيقنا يسوه وقت القرآن كسود دقيقي تفريق دينه حق أنكم أبدنين حق إسلام كما ترين يهودي النصارى إنك نبري دمو إن الصوق علي قفبا وحكره أنه وحانه قادرية قف وحكره وحانه السالحية قفنا وحكره وحانه أشعرية قفنا وحالو الشيء وهابي ألولي وحو هابي الشيء المعرين لكن هو ألو الشيء وفرقين دينتو انتابا معها دينتو ودينتي إسلام كا نبي الله محمد إنه كيني oo xaq ahayd oo quraanka ahayd madaahibta marka la yiraahdo afarta sheekh madhabaha ma ina ogeyn iyagu afartoodu waa isku madhab qof madhabtoodu waa quraanka kariimka ah tariiqadoodu waa sunnada nabiga iyo waa isku madhab marka la madhab al imam malik iyo ahmed bin hanbal muhaddisiin bay ahaayeen shafi'i iyo abu hanifa muhaddisiin ma ahayn hal hadiis ay wariyeen lama heli karo laakiin imam shafi'i wuxuu yahay ahlul hadiis أنتم الشيدلية ونحن الأطباء إذنكم وحاتين بود فرمشي أنقنا دخاتير تبانونا مركا وحان كوضا أهل المذاهب اسمه خلاف سنة مركي بدعادي بضطئية خلافتي يالي إذا أفرتا شيخ إنه هل كده كدقنو أو سني مركان هاي هل كده كدقنو سيدي اللوع على ميسي أنا يبقى نقو استعماله حق فقهة يعني استعماله وحلوع على مي علمة حق عقيدة دي هاي oo afarta sheekh ninkii sheegta waa ahlu sunnibay ee ka dhigan tahay yagu sheekhi waa isku madhab weyn marka waxa weeye firqadaha kala duwan ee isgiinaha gooniga kala sheeganaya iyo aqiidaha goonida waxa weeye kuwa nabiga kuma shaqul laha weyn innal ladina kuwa farraqu kala saaray diinum diintoodi kala saaray oo qaybo kala duwan sheegtay oo wakaanu ahaada shiiacan koox koox لست متين من حقوض في شيء شيئا كجمد متين إن يرنا كجمد دون إنما أمرهم أمر قاض إلى الله الله هذا قال ذا حكم قاض أمر الله أم بحكمية ثم ينبيهم الله وقورهم بما شيء كانوا هن يفعلون قوة سمية من جاء بالحسنة وكان حقي من جاء قفك إلا يمد بالحسنة طاعي ونال فله حوصنا عشر أمثالها طب الله كيد ومن جاء قفك إلي ما دبي سيئة حمانة فلا يجزى لك أبا المرين مايو إلا مثلها يدي أن مويان أو كلا وهم ذاتكنا لا يظلمون الله ظلمين مايو قف خير أول لي من لك النقصة من مايو دنبئون لهين لصار مايو سبحانه وتعالى الله صار مايو نبقى وحو يري من هم حسنة حسنة قفك أقست أو أنفل حسنة لو قد حبت حسنة adu samayna toban xasano ila 700 xasano sayi'a qofkii u qaso oo samaynin xasana loo qori qofkii sanay samayna halka kali un baa loo qori ilaahi fadliisa kamtaan man jaa qofkii la yimaada bil xasanati wanaa iyo taa'o iyo khayr falahu hausuna di 10 amsalaha toban labkeed waman jaa qofkii la yimaada bi sayi'ati xumaan dambi iyo macsiyo فلا يجزى لك أبا المرين مايا إلا مثلها يلي أو كلمة وياه وهم يجن الله يظلمون الله ظلمين ما هي أو دم بأين الله هين الله صار مايو خير إليهن لو تجد مايو قلوا حتى النبي الله محمد إنني أنا هداني ربي ربي بقى هنوني هداني ربي ربي بقى هنوني إلى سراد جد بقى هنوني مستقيما أو توسن دينا دين بقى هنوني قيما أو توسن ملة إبراهيم إبراهيم دين تيسي يقوها نوني حنيفا حالو إبراهيم يحق ساعي بعد الكالله
وما كان إبراهيم ما أهين من المشركين المشركين تكمل ما أهين وحق كنت لبالي للنبي وضدك أشيكتها أنه حقا أن كنت أقنعي ودينة النبي إبراهيم إلهي بان إقوها نوني دينة النبي إبراهيمنا دينه هو أسكم أنبياء وحي كسميهن حق عقيدنا حق فروع لما يلي كوكالا جدوينهن ظروفته كانت يكوكالا جدوينهن لكن وإسكو هذا الدين نحن أولاد علات بالنبي ويري ديننا واحد علاد حال إلى عرورتا أن اسكو بها ضهين لكن اسكوها بها نحن أولاد علات عرور كالبها بان رحي لكن دين تيدوا واحد يعني فروع لي كوكالا جدوينهن وحوغين قلوا حاطرا إنني أنيق هداني ربي ربي غيبا إحنونيي إلى صراط جد بإغهنونية مستقيما أو توصا دينا دين بإغهنونية قيما أو توصا يا قيما قيما وأسلم لماذا أبو الله أقري إلى صراط جد بإغهنونية مستقيما أو توصا دينا دين بإغهنونية قيما أو توصا قيما والله أقري وصحوي قيما أو توصا ملة إبراهيم إبراهيم دين تيسي حنيفا حق راعا أباد الكالحلا وما كان ما أهين إبراهيم من المشركين سيدة أتشيغيسان يهودي النصارى منا كمد ما أهين قل وحاتي لادا إن صلاتي أنيق الصلاة دا إذا ونسكي قور عيقا ومحيايا نلشا إذا ومماتي لمشاديد لله اللي أسقناتي رب العالمين عالمين ترب قيدا نلشا إذا وحان كنا الله يسيدانون الله iyo khayrka aan ku noolahay iyo dhimashadeeda iyo sida la ii xukumo Allah ba iska leh salaadeeda Allah ba iska leh gowracayda xigeen Allah ba iska leh waxay jawaab u tahay waxay ku gowrici jireen magac sanan bay ku gowracan jireen magac sanan bay ku gowracan jireen marka nabigu wadadiisu waa wadada cadwaye qul waxa tira inna salati salaadeeda wa nusuki gowracayga wa mahyaaya nolosheeda iyo maati dhimashadeedu lillaah la sunnatay rabbil aalamiin aalamiin ta rabbigeed aha la shariika wa la wadaaga ma jir cibaadada lahu alle wa bidaalika sidaasana umirtu aniga la amray inaan alle kali yeelo oon alle kali caabudo saasa anii la amray wa ana aniguna awwalul muslimiina muslimiinta ka ugu horeeyaan muslimiintii nabiga loo diray way laakin muslimiin badan baa haday ka horeeyseen marka muslimiinta ummadiisa laga soo bilaabo qofkii muslimaha ee ugu horeeyay way aayadan marka waxa lagu daraa iftisaaxu salaam wa ana min al muslimiina bayna marka dhahi ana awwalul muslimiina la dhahi ma ya ana min al muslimiin ba la dhahi laakiin nabiyullaahi maxamed awwalul muslimiina buu aha ummadiisa markii loo eego la shariika wehel wax la wadaaga ma jira allah la shariika lahu lillah الله وحلو ذا قام جرى في العبادة وبذلك شرك العانطة يتوحيدك يا أمرت لي أمري وأنا أنيقون أول المسلمين المسلمين تكوه الرئيانة أنا أول المسلمين بانا قلوا حاترا غير الله ما غير الله غير كبان أبقي طلب ربا ربي أحان ووحان الله بان ربي كدقا وهو ألان رب كل شيء شيء لأرك كل ربي سوي أنا كاتاين ربي أه ikoriyay ya abuuray idiray kaan baa rabbi ah rabbi waxay tilmaamaysaa sifatu fi'l rabbi allahna wa sifatu dhat way sifatu fi'l waxa leeyahay khaliq muhyi mumit raziq sida wa sifatu fi'l wa galadu way rumaysan yihiin sifatu fi'l hada qolada masiixiga ciisa waa ilaah si toos ah uma yiraahdan inta badan way aaminsan yihiin inuu ilaah yahay laakiin rabbi ba inta badan isticmaalaan قل وحاتر غير الله ما الله غير كبان أبغي ضلبي ربا ربي أهان وهو ألا رب كل شيء شيء لأرك كل ربي وين ولا تكسب مشقيسته كل نفس نف كل جد إلا أشقيسته عليها يدو دوش كثارين وحلا وحي حنا شقيسته يدو دوش كثارين وحلا وحي حنا نف شقيسته عدك لو حبك يلي ما يصير يدو دوش كثارين ولا تكسب مكسبته مشقيسته كل نفس نف عمل إلا وشقيستة عليها تشذوين ولا تزير محمبارته وزيرة النف حمبارتين وزر أخرى تكل الدم بجد ثم إلى ربكم ربكين وهذه مرجعكم مكان النقطين فينبئكم الله وحيد كورمي
bima shayga aad ahaydeen kuntum bima shayga kuntum aad ahaydeen ta telefoonka ku isku qarsan fihi nafna naf kale loo qabsan maayo naf kale dadigeeda ka xambaari mayso haduu hada ninku yimaado yiraahdo ana qiyama ku shafaa qaadi oo dambigaagi dhaafi ka war way dhacda way badan tahay waliba ruux ruux shafaa qaadi kara ma jiro shafaacadu waa qiyaamaha laba shardi bay leedahay in qiyaamaha la joogo qofka wax shafaaca qaadina alla raali ka yahay kalo shafaaca qaadina qofka shafaaca qaadi waa inuu alla idno kalo shafaaca qaadina waa inuu alla raali ka yahay shafaacadu halka marka ay qof shafiica ka dhigan ay taqaddimu ilaa shafaaca qof shafiica ka dhigan waxa isku dayda inaad adiga ku dhaad wax shafaaca qaad oo alla caabido wali noqo kaamila allah wuxuu leeyahay wala taziru hanbaari mayso waziratu naf hanbaartay wizra ukhra nafkale dambigeen summa ila rabbikum rabbigeenu marji'ukum makaanu unuqadkiinu ahaday fayunabbiikum wuxuu idinka waramay bima shayga kuntum aad ahaydeen taqtalifuuna fihi marka sadaqada nabigu wuxuu sheegay sadaqada meytida inay wax u tari aabaha iyo hooyada iyo qaraabadaada sadaqada loo bixiyo inay wax u tari cibaadaduna ay wax ducaduna ay wax u tari cibaadadaada xataa dadabaha iyo hooyada ka wadaajiso sawaabkooda inay wax u tari al-imam shafi'i rahimahullah wuxuu leeyahay waxba u tari mees cibaadada aad la timid iyo sadaqada aad u bixiso waxba u tari mees wala taziru waziratu wizra ukhra abu lay ha waxba u tari mees nafina naf wax kale u tari mees waxa weeye sheekhu waxa laga yaabaa da isaga sidaas ay la noqotay ninka la yiraahdo ibn taymiyyah oo soomaalidu naceb tahay oo moodaan inuu wax kale yahay wuxuu leeyahay hata salaadada wax u tari ibn taymiyyah bal ducadaay hata salaadada iyo soomkaaga waxa la wixii aad la timaaday khayr iyo aabaha iyo hooyada wax u tari buu leeyahay ibn taymiyyah wuu alle alladhi allah wuu jacalakum idin ka yeelay khalaifal ardi dhulka kuwa khalif ku noqday oo markay ummadii dhamaataba ummad kale ay ku soo hareeso warafaca badakum qaarkiin uu kor yeelay fowqa bacdi qaarka kale dushiisa darajaatin darajooyin liyabluwakum inuu idin imtixaano fiimaa shay dhexdii ataakum uu idin siiyey xagga qaninimada iyo xagga xoogga xagga ra'yiga xagga cilmiga wax walba waad kala darajo sareysa waa imtixaan qofka qaniga wuxuu ku imtixaanan yahay qaninimada la siiyey bal inuu alla ku shukriyo faqiirku wuxuu ku imtixaanan yahay faqriga bal inuu sabro qofka waxa weeye dhibaatadu ku dhacday wuxuu ku imtixaanayaa waxa ku dhacay qofka caruurta badan la wuxuu ku imtixaanayaa caruurta inuu xaq u fahamsiiyo waxa aynu nahay oo dhan waan ku imtixaanannahay wuu huwa alladhi allah wajacalakum idin ka yeelay khalaifal ardi dhulka kuwa ku khaliifaho ku kala dambeeya oo markay ummadii tagtaba ummad kala iman warafaca wuu kor yeelay bacdakum qaarkiin fowqa bacdi qaarka kale dushii darajaatin darajooyin waad kala xoolo badan tihiin waad kala cilmi badan tihiin waad kala xoog badan tihiin waad kala caqli badan tihiin kulli waa imtixaan waxaas liyabluwakum inuu idin imtixaano fima ataakum wuxuu idin siiyey ina rabbaka rabbiga subxaanahu watacaala sariicu lciqaabi ciqaabtiisu waa deg deg wa inahu allana lakafuurun ka dhaafo way raxiimun oo naxariista labadana laysu keen daba dhigay waxaa la yidhi bayna alkhawfi waarajaa muuminka ku noolow oo allah waa sariicu lciqaabi ogow oo ciqaabta wuu u qaban dadka dhinaca kalena waa kafuuru raxiim ha ka raja beeli wey labada ku noolow bayna alkhawfi waarajaa boqolkiiba boqol allaha ka quusane boqolkiiba boqol alla khayr buu isiin hadhiin marka qofku naftu waxa weeye uu sii daciifo xagga rajaha u bataa la leeyahay ina allaha alla sariicu lciqaabi ciqaabtiisu waa deg deg wa inahu allana lakafuurun ka dhaafo way raximun oo naxariista suuratu lacraaf waa suuraddii toddobaad tartiibta qur-aanka kariimka ah waana suuraddii lixaad asabxu diwaaq toddobada dhaadheer anfaal iyo bara yaa la isku daraayo dhaadheerida lagu daraa lagu toddobeeya bismi illaahi araxmaani araxiim suuradaha inta badan bara mooyaane bisin baa lagu bilaabaa waa kan faatixada soo maraye culimmadu waxay u badan tahay bisinku faatixada horta inuu ka mid yahay
suuradaha kalena lagu kala fasliyay qoliyana waxay leeyihiin suurad walba waa kamid alif lam mim sad waxa loo la jeedo Allah baa garanay al huruf al muqatta'a baa leena wax tafsiira oo nabiga iyo saxaabada laga hayaay ma jiro waa 10 29 suuradood inta xurufta muqaddacada ah may waa 29 xuruful muqaddaca marka kulligood waxay faa'iideeyeen al xuruful muqaddaca inay quraan yihiin oo nabigu wuxuu yiri xaraf quraana qofkii aqriya 10 xasan u helay wala aqulu alif harfun wala mun harfu mimun harf dhimaay tamid wali waa xukuna wala aqulu alif lam mim harf لكن ألف حرف ألف حرف وميم حرف واللام حرف ألف لام ميم تاسو طبعا صدر حسن الوهلي لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف بحرف وميم بحرفه واللام بحرفه أنت عرفتها مدول وحرف قول مدول طبعا حسن الوهلي مدك لو حيكو تصيني إعجاز عربو حالو يري xuruuftan aad taqaanaan ee aqridan lafteedii buu quraanka ku yimid ar isagoo kala la kaalay sida way ama macnaheedaba garta alif lam mim sad ilaah baa subhanahu wa ta'ala kitabun kitab hada kan kitabun kitab weeye unzila ladajiy ilayka xagaaga nabiyullaahi muhammadow fala yakun yuna ahanin fi sadrika qalbigaaga qadalaaba la cabiray qalbi baa loo jeeday harajun ciriiri minhu quraanka agiis quraanka gaarsiintiisa gaarsiin lagu dhig xilka lagu saaray wax ciriiri ah dareemi maxaa quraanka lagu ugu dajiyay litunzira inaad ugu digto bihi quraanka khalqiga ugu digto iyo wadigsha waano lil mu'miniina mu'miniinta waano u yahay iyo wacdi u yahay Allah subhanahu wa ta'ala nabigiisa wuxuu ku yiri kan waa kitaab lagu soo dajiyay marka wax uqdadaha ka qaban gaarsiida lagu leeyahay dadka aad u gaarsiinayso iyo xilka weyn ee lagu saaray wax ciriiri ah dareemi Allah wuu ku kaalmayn ujeedada laga leeyahayna waxa weeye in Qur'aanka khalqiga ugu digto mu'miniintana aad ku waanisay way hada kan kitabun kitab weeye unzila ladajiy ilayka xagaaga fala yakun yuna ahanin fi sadrika qalbigaaga harajun ciriiri minhum min alkitab kitabka xagiis oo culayska lagu saaray ha dareemi wax ciriiri ah maxaa lagu ugu dajiyay litunzira inaad ugu digto bihi quraanka khalqiga iyo wadikaa waanin lil mu'miniina ittabi'u raa'a nabiyullaahi maxamed inuu jiraa fariintuna isaga inoo soo mari maakii unzila ilaykum xaqiina loo soo dajiyay min rabbikum rabbigiin laga soo dajiyay walaa tattabi'uha raa'ina min duunihi alla qayrki awliyaa'a hogaamiyayaal ha raa'ina dad kale ha ka dabagelin oo fikradooda ha ku raa'ina قليلا ما إن أدو يرباد يتذكرون يدوان توميسا وح يرباد وان توميسا ماذا تغليل بفائدين الله وحو إنه أمري نبي الله محمد إنه سر راعي وحي اللي دينكو سودة جي خاعة مالك لها والله حننا عدك لنا وليها كدق وليها مامولها والينا عدك لولي إيه دواقلها شان سيدا يلا ليني لكن إن يرباد وان توميسا وإذكتها تدك إنت بدن وانا قادن مايان اتبعوا راعا ما كي أنزل إليكم إذنك اللي إذنك سوى دجيي من ربكم ربكين اللي إذنك سوى دجيي نبي الله محمد اللي إذنك سوى ديبي ولا تتبعوها الراعين من دونه ألا غيرك أولياءه قامي يالك لي قليلا ما إن آدوا يربا تذكرون وان توميسان وكم من قرية كم إن بدن أو من قرية المقالة يعني أهلكنا ها هلاقني وفجاءها أؤيمد بأسنا ربك يغي أؤيمد bayatan habeenimo awabari aw hum yuqailuna ay qailusana yani maalin joogan fama kana ma ahanin da'waahum dawaaqoodi ijaa'um ba'suna dibka yagi ciqaabti marka u timid illa an qalu inay yidhaahdeen un mooyaani inna anagu kunna waxaanu ahayn zaalimiina kuwa zaalimiina aanu ahayn intaas oo qariyo oo magaalo oo jirto oo aad u farabadan yan halaagay buuri Allah subhanahu wa ta'ala dibkii iyo dambigii ay la yimaadeen habeenimo halaag ku dhici ama maalinimo qailoonta yaani qailooshigi way
أو مقايلون يجو مالين شو قايلو سنة يعني هو محل قايلو شوي ومكان هو محل قايلو مالينته وكم إن بدنا من قرية مقالة أنا أهلكناها أهلاقني وفجاءها ويمد بأسنا عدبك يجي بيات هبي النمو أو بريب عليها بيات أو يو قايلون أي مالين شوغان وقت قايلوش شوغان فما كان معهان دعواهم لوا قاضي إذ جاءهم مركو ويمد بأسنا عدبك يجي يا عقابتي إلا أن قالوا إن جرهدين موياني إن أنا وكنا وحان وحين ظالمين الظالمين وقتها قرشوه عبتها لما يوقتها أي قرابين وحوما تريش فلنسألن وسؤالين الذين كوي أرسل الله دير إليهم حق وضع رسوس الله دير ولنسألن وسؤالين المرسلين مرسلين وسؤالين فلنقصن وأن أقصون إنه كذل الأغرين علم دشوا ذبي علم علم بأن كذل الأغرين قالنمو وما كنا من أن نحن غائبين كوما كان ومركان سؤالي إنه الله نحي وقت عمل كسبين يين كما مغنين بقال ليه وأنا جايب ليه وقيامها للتاجين كوا وحلاضر وحال ويدين رسوش وحميد سو قارسيين رسوش أنا وحال ويدين ما قارسيين marka markuu alla leeyahay waa su'aalina su'aashaas su'aalu cilmi ma aha waxa weeye xagga rusulshana waa su'aalu shahada oo inay ku marqaati ka aan inay gaarsiyeen xagga dadka kalena waa su'aalu toqbiq waa xanaan laakiin kuma kunna gaaybina kama maqnay amalka markay sameeyeen allah waa la joogay bulay subhanahu wa ta'ala falan nas'alanna wa waydinina wa su'aalina alladina ku ursila allah dir ilayhim rusulsha allah dir su'aalu toqbiq wa وعنان ولنسألن وويديننا المرسلين سؤال شهادة فلنقصن ونقصننا وأغشاكيننا عليهم دشاد بعلم علم الدبأة ينقشاكيننا وما كنا من أننا غائبين وما قنوا وكان سؤال شويديني سؤال علم معها والوزن وزن كل يوم إذن مالتها قيامها الحق والدب إن مالتها وحل وزني وهبال فمن ثقلت مركي عصلاته فمن ثقلت قفك عصلات موازينه وزن يالكيس فأولئك كواس هم المفلحون كوا قوليستي ويه ومن خفت ضدك فضضات موازينه ميزان يالكيس أولئك كواس الذين كوا يخسروا خسارة أنفسهم نفطوا دي بيكون خسارة نفطوا دي بميل علاء كل عضي بسبب ما شيء سبب تكانوا أيهاين يظلمون كوا الظلم السمية أبينية بآياتنا أيضي بيكون ظلم كوا سمية موازين تنلجمعيي علمات وحيليهين وموازين وجمع وزن عمل ولي بوزن قارو ليه حبيبي عمل ولي بوزن قارو ليه مركب واحد لوزن يصدح مثلا شيغانو أعماش اللفت هذه يا لوزني مركب إلهي جسد بقصة مين قولي أنا وحيليهين أعماش واحد كقر ريد يا لوزني أعماش واحد كقر ريد وحاسي الديوان كبال لوزن بقال ليه taasi u dhawdahay markii in diiwaanka wax la wasan yahay waayo waxa lagu garan intaas oo diiwaan oo dambi ku qoran yahay yar ruux loo soo bandhigay markaas uu yaaban yahay walaalaha inta Soomaadan wada sameeyeen ha waxa weeye waa lagu dambi dhaafay bidaaqad yah wallahi ilaahi illallah muhammadur rasuulullah ku qoran tahay yaa la soo qaadi kafada la saari kuwi kale wixii diiwaanadii kale oo dambigu ku qornaana kafada la saari way la dhacay marka waxa la wasnayay waa waxa qoraalku wax ku qoran yihiin weeyaan waxa la wasnayay marka qofka miisaankiisu cuslaado qofkaasi waxa way kitaabkiisa midigta laga siiyay qofka miisaankiisu cuslaado midigta laga siiyay kitaabkiisa qofka miisaankiisu khafiifana haduu deemo wixid yahay raxmadii Allah horta meelba u taala taa iyada laga hadlimaa laakiin waa qof aad u fashilmay weyn laakiin tii raxmadii Allah way taala iyo tawxiidka loo tixgelinaya wa suuraganin loo al iska saamaxo Allah wuxuu leeyahay wal wajn wazanka yawma idin maalinta qiyaamaha al haq dhab weeye faman saqulat markay qofkay cuslaato faman saqulat qofkay cuslaato mawaazin wazan yalkiisu fa ulaika kuwasi hum iyagu al muflihuna kuwa guuleystay weeye waman khaffat qofkay fududaato mawaazin wazan yalkiisu fa ulaika kuwasi alladina kuwa yakhsiru khasaaray anfusum naftoodii bay ku khasaare khasaara waxa la ila shaygi kaasumaaji oo dwayday naftoodii bay waayay bisabab maashi sababta kaano ahay yadilmuuna ku wadulmiyay
baayatina ayadaha iyaga dulmiyay oo maxay ku dulmiyeen sidii laga rabay bayna yeelin way beeniyeen walqad makannaku waan idin dajinay qaraar baan idin ka dhignay fil ardi wajalna waxaan idin ka yeelay lakum idinka fiha ardada dhexdeeda macaayisha wax lagu noolaado qaliila ma in aadu badan ba tashkuruna shukriyaysa ilaahi subhanahu wa ta'ala khalqiga wuxuu yidhi ardadaan dajiyay wuxuu lagu noolaan lahaana buurihi waa weynaa oo dhulka dhaqdhaqaaq u diiday togagii laagii biyaha ahaa dhulki markii roobku ku da wax soo saari laha xawayaankii hilibkii caanisa la cunay laha waxa la wixii nololaha dhan dhulku Alla inoo beeray soo inaynu ku shugdana ma amarka wixii nololaha oo dhan cilka u raasada leenama dhigin Allah wuxuu leeyahay wal qad makannaakum waan idin makanaynay waan idin ku sugnay fil ardi dhulka dhexdiisa waja'alna lakum idinka waxaan idin ku yeelay fiha ardada macaayisha wax lagu noolaado qaliilan ma in aadu yar baa tashkuruna shukriinaysa walaqad khalaqnaakum waan idin abuuray summa sawarnaakum waan idin suuraynay summa qulnaa waxaanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'ikta usjuduu liaadama walaqad khalaqnaakum taa culimada qaar waxay leeyihiin walaqad khalaqnaakum khalaqnaa abaakum aabihiin baanu carra ka abuuray summa sawarnaakum idinkana waan idin suuraynay oo candhuuf baa lidinka abuuray lidin suureeyey sidii aabihiin baa laydin abuuray laakiin aabo carra laga abuuray idinkana candhuuf malaa'ikti baa deedna la yidhi aadam u sujuuda walaqad khalaqnaakum waan idin abuuray aabihiin aadam baan abuuray summa sawarnaakum waan idin suuraynayo riximkii hooyadiin baa idinku suurayno candhuuf baa lidinka abuuray aadama dadka laftiisa carrada laga abuuray candhuuftan iyo dhaacankan waxaan oo dhani waxa dhulka ka soo baxay dhaacankii ka beermay weyn ثم قلنا وحن كن لليل ملائكه ملائكته اسجدوا سجودا لادم فسجدوا ويسجدين الا ابليس ابليس مويان لم يكن ابليس ما من الساجدين الا ذهدي منقدعا لغا دغو الا لكن ابليس ابليس لم يكن ما اهان من الساجدين ايضا سجود النبي ادم لغا هدليو هو 7 ايات ملها سوره البقره يا سوره يا سورة الحجر إسراء كهف طه يا صاد تضبط هذا كله كنا مركب قيب كميدة ولا عن أنتي شيطانك قيب كميدة أنا بالمثل إسراء كله سيد بيربى الله جبهاي الله وحيدي قلنا ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا ويسجدوا سيؤرنا ناين إلا لكن إبليس إبليس لم يكن معهن من الساجدين كوا سجودي marka jawaabti laga bixiyay wixii lagu la hadlay darsiga dambe insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala